ناخد حضراتكم في جولة سريعة في بعض المحافظات ونشاط الوزارات، ونبدأ بطبيعة الحال بوزارة التموين. وزارة التموين هي الوزارة البطل خلال الفترة اللي فاتت، إما بسبب زيادة الأسعار أو نقص السلع أو العيش وكوبونات العيش أو البطاقة التموينية. وزارة التموين أصبحت الوزارة البطل في الدولة المصرية، وده بيقول لك إن إحنا عندنا أزمة في غذاء المواطن. لما الكلام كتير يبقى على وزارة التموين يبقى في أزمة في غذاء المواطن، لما يبقى الكلام كتير جدا على وزارة التعليم يبقى في أزمة في تعليم الأجيال والمواطن، الكلام عن وزارة الداخلية يبقى في أزمة في الأمن والأمان اللي بيعيشه المواطن، كلام عن الخارجية يبقى في أزمات مع علاقة الدولة بالدول الخارجية. تابعنا على مدار الأسبوع اللي فات عملية رقمنة بطاقات التموين. عندنا كام بطاقة تموين؟ عندنا 23 مليون بطاقة تموين. عندنا كام مستفيد في هذه البطاقات من العيش لوحده؟ تقريبا 72 مليون مواطن بيستفيدوا بدعم الدولة للعيش. وبناء عليه لما تاخد قرار النهاردة ان 23 مليون مواطن في المحافظات يتوجهوا لأقرب مكتب بريد في القرية أو العزبة أو النجع أو الحارة عشان يسجل رقم التليفون بتاعه، ده معناته أنك بتحدث أزمة في البلد، أزمة في البلد. وكمان المدة اللي كانت مدياها الوزارة أسبوعين فقط، فشفنا الأسبوع اللي فات زحمة وشد وجذب وضرب وإهانة، وناس واقفة من صباحية ربنا قدام مكاتب التموين عشان تسجل التليفون. الحمد لله الوزارة بدأت تتدارك الأزمة وقالت يا ناس طب خلاص بلاش أسبوعين وخلينا لحد نهاية شهر 6 30/6 القادم، يعني لسه معاك حوالي 40 يوم، لكن فاضل أزمة واحدة. إيه الأزمة؟ الموبايل، رقم التليفون. 23 مليون بطاقة لازم لهم 23 مليون رقم تليفون، وشرط رقم التليفون يكون باسم صاحب البطاقة. يعني والدتك لو انت مديها التليفون بتاعك ما ينفعش، لازم والدتك تنزل النهاردة تشتري خط تليفون جديد باسمها وتروح تسجله لدى وزارة التموين. ده عمل ايه؟ ده خلى اسعار خط التليفون بعد ما كان ب 130 النهاردة وصل 400 جنيه خط التليفون الواحد. خلى الطوابير بدل ما كانت قدام مكاتب التموين بس بقت قدام مكاتب التموين وقدام المنافذ بتاعة بيع خطوط الموبايل في البلد. آخر حاجة، بعض المكاتب التموين أو بعض الإشاعات يعني عشان نكون واضحين أو نلتمس الدقة، قالت إن فقط رقم التليفون اللي بيتقابل هو رقم تليفون المصرية للاتصالات أو شركة وي المملوكة للدولة. فالناس بدل ما كانت بتروح تشتري أورنج أو فودافون، الكل بدأ يشتري خط وي. لكن النهاردة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بينفي هذه الأنباء مؤكدا أنه لا صحة لالتزام المواطنين بتسجيل رقم تابع لشركة محمول بعينها وهي شركة وي كشرط لتسجيل البيانات ببطاقة التموين، مشددة على أن العملية تحديث البيانات لا تشترط تسجيل رقم محمول تابع لشركة بعينها، وده إجراء كويس. لكن العيار اللي ما بيصيبش بيدوش، امبارح وأول امبارح على مدار اليومين اللي فاتوا أو امبارح والنهاردة كانت الناس كلها بعد الضجة دي بتشتري فقط من شركة وي، واللي كان اشترى من فودافون أو أورنج راح رد الخط أو رماه وحاول يشتري خط جديد. طب ما نحل المشكلة، أي خط تليفون تابع للأسرة النهاردة بطاقة التموين لو فيها خمس أفراد على الأقل من الخمس أفراد في ثلاثة معاهم تليفونات، ممكن واحد من الثلاثة دول يتقدم بتليفونه. واقع أن معظم أصحاب بطاقات التموين في البلد من كبار السن، الناس الطيبين اللي ما بيهتموش أنه يجيب خط باسمه، فليه تصعب على الناس؟ سهلها شوية، خلي ربنا يسهلها عليك.